ناقشت ظاهرة تنامي الفساد في وزارة الصحة في العراق في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه المستشفيات، انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من لجنة الصحة النيابية تطالب بإجراء تحقيق عاجل بشبهات فساد في دائرة التخطيط في وزارة الصحة. هل نتجت مثل هذه التحقيقات عن حلول حقيقية ترضي الشارع العراقي دكتور؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. أستاذ العزيز، التقرير بأخطاء. نعم. هذا التقرير هسه اللي جمعته من عندكم. نعم. يحكي على المستشفيات، الحرق اللي صار بالمستشفيات الصندويش بنل اللي سووها الحرامية مع وزارة الصحة. نعم. مستشفى الخطيب، مستشفى الخطيب البناء مالته ما كان بيشي، سووا صندويش بنل لان بعد الاحتلال انسرقت المستشفى، حتى البلاكات حتى كل شيء انسرق، فسووا صندويش بنل ملحق بالمستشفى، هذا اللي انحرق. طيب. فمستشفى الناصريه بسهم نفس الشيء، مستشفى الحسين هم نفس الحاله. المستشفيات مدينه الطب وغيرها وغيرها لان البناء القديم كل شيء ما صار فيها. هذه وحده. طيب. وحده ثانيه للمعلومة العلمية، احنا الاحتلال قبل الاحتلال الحصار 20 سنة وجانا الاحتلال 19 سنة. طيب. تهمت عليه هاي مؤسساتنا الصحية. الآن حتى شركات الأدوية، شركات الأدوية المعتبرة سيبا وكايكي وغيرها كلها لأن يريدون منهم كومبوشن راحت غادرت. أنت سامع البرازيل تصدر لنا دواء؟ نعم. فهذا يا سيد العزيز، احنا مؤسساتنا الصحيه، وحتى اكو تقرير على المستشفيات الاهليه، المستشفيات الاهليه هذه ليست مستشفيات، هذه يسموها داي كلينيك، يعني ليبر يعني ولاده وتطلع اليوم سيزيريان تطلع المساء. نعم. شو اسمه كسر يسووا له عمليه ويطلع المساء، هذه ما تسمى مستشفى، هذه تسمى داي كلينيك، يعني عمليه اليوم ويطلع ثاني يوم. هذه نعم اكو مافيات الطب استفادت من مافيات الطب، لان نفس المافيات مغطين عليهم في وزاره الصحه. وزاره الصحه من الاحتلال لي هسه جانا بس الدكتور علاء العلوان شهرين اشتغل، شاف كله فساد، فرضوا عليه بعض الشغلات، الرجال قدم استقالته وفي مهله ورجع خارج العراق. وان البقيه ليسوا بمهنيين حتى يستلمون الوزاره، كل مؤسساتنا الصحيه فاشله فاشله. انا احكي لك حقيقه، وهذه هسه من تقول للجنه النيابيه ان لجنه الصحه هم فاسدين، هم قاعدين بالمجلس النواب هم فاسدين. طيب دكتور دكتور. نعم. يعني نعم. تطرقتم الى فاجعه مقتل العشرات في حرائق المستشفيات خلال الاشهر الماضيه. نعم. وهذا بالضبط يعني قد رفع الغطاء عن الواقع القطاع الصحي في العراق، لكن نعم. السؤال الذي نطرحه هنا، هذا الواقع ألا ينذر الذي كشفت عنه طبعا الحرائق الأخيرة، ألا ينذر بانهيار المنظومة الصحية بالكامل في العراق؟ سيد العزيز، تيدي الصدق للكذب. نعم نعم. ترى الواقع الصحي منهار، أنا هي. مسؤول عن كلامي، هذا الكلام اللي أحكي لك إياه أنا قلت يا منهار. نعم. هذا كله تلطيش، شوف ضحك علي، قبل أربعة أيام خمس أيام صار صراع بين اللجنة النيابية وبين وكيل مع الصحة نقيب الأطباء هو اعرف الموسوي. نعم. زين مع شتمه وزاره الصحه اللي تعطي هاي الارقام، طلعت هاي الارقام مع الكورونا كلها كذب، كلها اخطاء بها. يعني اليوم 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 بالذات يعني انت سامع شتمه 9000 وشويه الشفاء و7000 وشويه الاصابات، هيك حكي اذا شفاء اذا عندك اسره. بعدين انت ترى من الاحتلال لي هسه ولا مستشفى انشئت، كل هاي مال الصندويش بنل. انت تتصور هسه في معرض بغداد الدولي اجروا من عنده قاعه وسووها صندويش بنل حتى مال علاج كورونا، يعني هذا فضيحه فضيحه. لا تجي تقول لي اكو مؤسسات صحيه واكو شيء يشتغل عدل بالعراق. بالنسبه لمرضى كورونا يعني تطرقت اليه دكتور ابراهيم، لماذا تعطى احصائيات غير صحيحه؟ يعني ما الغايه من وراء ذلك؟ هذه سيد العزيز على طريقة الحجاج، اضحكوا كي نباهي بكم الأمم. اسمع علي. نعم. انت انتبه على نقطة، أي علمي. نعم. ينتبه ايش قد المسحات، ياخذون مسحات 20,000. نعم. ايش قد الإصابات 9,000، بس إذا يسوون 100,000 مسحة ايش قد يطلع الرقم؟ نعم. اي
هذه مهمة. احنا اكو شغلات بين السطور كأطباء نعرفها. انت تدري هسه شوف ضحك عليها. نعم. كل المستشفيات في وقتها فتحوها لاستلام اصابات الكورونا. طيب. وكل المستشفيات صلوا بها ردهات لعلاج الكورونا وصندويش بنوا، يعني مو ردهات، يعني برا خارج سياج المستشفى يجون. والاصابات خلوا كل المستشفيات تستقبل كيسات حالات كورونا. هذه مأساة يا حبيبي. فاحنا نظام الصحي، يعني انت ضحك علي، اي طبيب شويه يحاول ده يشتغل اتهمت علي. نعم. لو يطفر لو ينكتل. انت هذا الاعتداء على اطباء يوميا. البارحه في مستشفى اليرموك، يعني واحد كيس ماتت بالهذا عمره 73 سنه ودايابيتك وهايبرتنسيف وكورونا، ها واسماتك، يطبون الدار الاطباء وضربوا دنيا وعالمين، لا شرطه ولا دنيا، يدورون الاطباء ده يقتلوهم. فكيف انت تشتغل تحت هذا الظرف هذا؟ دكتور ابراهيم، يعني انتم اعرف مني تعلمون بانه المستشفيات مشيده منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وايضا الحكومات المتعاقبه بعد 2003 لم تولي الرعايه اللازمه لهذه المستشفيات. اذا السؤال هنا، اين تذهب مخصصات القطاع الصحي؟ مخصصات القطاع الصحي الى جيوب الفاسدين. الى جيوب الفاسدين يعرف بها القاصي والداني. شوف دكتور علاء العلوان، نعم، طرحوا له شغله مع اللقاحات، هو كان منظمه ال دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه يشتغل بها مال الشرق الاوسط مال يعني اللقاحات. نعم. طرحوا عليه 300 مليون، قال عمي يعني خابرت يجيبوا ليها ب 60 مليون من مناشئ معروفه، قال لا وقع على 300 مليون، قال ما وقع، في مال لا في مال لا. فهذا الشيء لا بكل المخصصات، هذا ترى كلها هاي الارقام المهوله. شوف ضحك علي، ذكرت بالمخصصات هسه اريحك شويه. نعم. تدري انت ليه هسه خصصوا يعني 130 مليون ما ادري ايش قد مال اللقاحات؟ حكي حلو؟ نعم. اتحداهم اذا يطلعوا لي وثيقه هسه او عقد بشراء لقاحات. كل اللقاحات هسه اللي تتجينا هبات من الدول، لان النظام السياسي بالعراق تقوم عليه هاي الدول، فرنسا وامريكا والدنيا هي اللي راحت، فتبتز له لقاحات، وفلوس اللقاحات وين صارت؟ بجيوب الفاسدين. نعم. دكتور ابراهيم، يعني الحرائق التي حدثت في مستشفى ابن الخطيب والحسين وايضا مستشفيات اخرى، وقيل بسببها مسؤولين صغار بعد كل فاجعة تجري في تلك المستشفيات، هل هذا حل جذري من وجهة نظركم دكتور إبراهيم؟ سيدي العزيز، نعم، مدير الدفاع المدني، مدير الدفاع المدني، نعم، طلع قال احنا اشرنا ممنوع هذا البناء مال سندويش بنل ووضع به أسرة ومرضى. نعم. بس وزارة الصحة ما قبلت، وزارة الصحة، هاي معلومة. معلومة ثانية، المعلومة الثانية، احنا عندنا بعض المستشفيات ما بدي اجيب اسمائها، المستشفيات ما لها علاقة. نعم. تجي الجسمة المناقصة والدفع الفلوس والجسمة وين؟ الوزارة، مدير المستشفى ما لها علاقة. نعم. بدليل هسه هم نعطيك رقم، مستشفى ابو غريب سووا بيها سندويش بانل ملحق لكورونا، ايش قد الكوست مالته حبيبي؟ الكلفة 758 مليون. حكي. نعم. حلو. نعم. غرفتين رديتين ما سندويش بنال واسره ما دجنوا، هذا لا دائره الصحه تعرف ولا المستشفى تعرف، منين جت؟ من الوزاره. يعني وزاره الصحه هي التي فيها الفساد اصلا. نعم نعم نعم. وليس نعم. المقاولين اكسلنت، لا وهي تعطيها للمقاولين الفاسدين لهم تابعين. نعم. واضح. نعم. عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.